بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كتاب الله جل جلاله النور والبرهان والبيان والهدى، هذه أوصاف لهذا الكتاب، وتتضمن مهام لهذا الكتاب. كتاب الله عز وجل الخاتم، أنزله على النبي الخاتم المبعوث في الأمة الخاتمة، فهو أفضل الكتب السماوية وأكملها. فالله عز وجل رضيه كتاباً خاتماً للكتب السماوية، لذلك أعلن في اليوم العظيم وفي البلد المعظم، ذلك الوصف لما تضمنه هذا الكتاب الكريم، فقال عز وجل في يوم عرفة يوم حجة الوداع: أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد نزول هذه الآية الكريمة في سورة المائدة في ذاك الموقف العظيم، لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على قيد الحياة سوى 81 ليلة، ثم قبض عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية المباركة أيها الإخوة تضمنت ثلاثة أمور عظيمة أخبر الله عز وجل عنها في هذه الآية. أولها، أخبر الله عز وجل أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج إلى زيادة فيه. والأمر الثاني أن الله عز وجل أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. والأمر الثالث
أن الله عز وجل رضي هذا الدين لعباده إلى يوم القيامة فلا يسخطه أبدا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله أتمه لا يحتاج أن يزاد فيه شيء، والله أكمله لا يحتاج أن ينقص منه شيء، والله عز وجل رضيه فلا يتبعه سخط. ولذلك تكفل الله جل جلاله بحفظ هذا الكتاب، فإننا نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي أنزل هذا الذكر تكفل بأن يحفظه. فإذا وقف الإنسان مع هذه الأمور وهو يقرأ كتاب الله ويجد فيه هذه القضايا المتعلقة بهذا الكتاب العظيم، فلا بد أن يدرك الإنسان أن علاقته بالقرآن لا بد أن تكون عامرة، وعلاقته بالقرآن لا بد أن تكون متصلة. والحذر الحذر من هجر القرآن والقطيعة مع القرآن، والحذر الحذر أن الإنسان لا يتعامل مع هذا الكتاب بحقه فيدخل في ذاك العتب من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم، كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولن يعرف الإنسان صور هجره أو هجر القرآن حتى يتعلم ما هي الحقوق التي لهذا الكتاب، وكيف تكون الصلة مع القرآن. فإن عرفت المطلوب منك والواجب عليك نحو هذا الكتاب، فكل تقصير في واحد من تلك الأمور هو صورة من صور الهجر. حتى يعرف الإنسان متى يكون هاجراً للقرآن لا بد أن يكون عارفاً عالماً بطريقة الصلة فيما بينه وبين القرآن. والذي نذكر به بين الفينة والأخرى في هذا الأمر لشدة الحاجة إليه والمراجعة والمحاسبة للنفس عليه، فإننا نقول إن العلاقة مع القرآن تتحقق على صورة صحيحة إذا قمت بأربعة أمور نحو هذا الكتاب. أما أولها فيتكون من ثلاثة أعمال تقوم بها مع القرآن، وهي أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. إذن اقرأ القرآن.
والعمل الثاني من الحق الأول أن تقرأ القرآن، والأمر الثالث أن تسمع القرآن، فأنت تقرأ وأنت تقرأ ليسمع غيرك منك وأنت تتلو القرآن، وأنت تسمع من غيرك وهو يتلو القرآن. تقرأ وتقرأ وتسمع، فمن ترك ذلك دخل في صورة من صور الهجر، وهذا الأمر الأول في العلاقة مع القرآن. الأمر الثاني في العلاقة مع القرآن، إذا قرأت وأقرأت وسمعت فالمطلوب منك أن تعمل عقلك وفكرك في فهم كلام الله، أن تبذل الجهد أعظم وأشرف وأنبل عمل يقوم به عقلك أن تتدبر كلام الله عز وجل. وهذه من أعظم الغايات التي لأجلها نزل هذا القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، والله عز وجل عاتب من يسمع القرآن أو يقرأ القرآن ولا يتدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك الصحابة يحذرون من مغبة قراءة القرآن بدون تدبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الدقل. يقرأ الإنسان سريعا بدون تدبر ولا تفكر، وإنما ليقف عند عجائبه. ومن هنا أدرك علماء السلف قيمة التدبر، حتى كانوا يقولون: قراءة آية بتدبر أفضل من قراءة ختمة بدون تدبر. تقرأ آية وتقف تتدبر معناها وتفهم مراد الله جل جلاله منها، وتملأ قلبك يقينا بما جاء فيها من الحق. هذا من أعظم الواجبات نحو هذا الكتاب، التدبر. ثم الأمر الثالث بعد التدبر، وهو الإيمان واليقين، أن تتلقى حقائق القرآن وأخبار القرآن باليقين والقبول والتسليم، وتؤسس في قلبك الإيمان الصادق
وتؤسس في قلبك الرضا بأمر الله وحكمه وقضائه وتدبيره. هذا القبول الذي يقوم على أصلين: الأصل الأول التصديق، تصديق خبر السماء وأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق، فتتعامل معه بهذا التصديق المطلق. لو كل الناس قالوا قولا وقال الله قولا فالحق ما قاله رب العزة والجلال. والأمر الثاني الذي يقوم عليه هذا اليقين بعد التصديق، وهو العزم الصادق، العزم الصادق على إخضاع الجوارح لذاك الحق الذي جاء في كتاب الله، فهو تصديق وعزم صادق على العمل بما جاء في القرآن، وأن تخضع جوارحك لما جاء في القرآن. فهذا الحق الثالث، الإيمان والقبول والتصديق واليقين بحقائق القرآن. ثم الأمر الرابع وهو العمل، العمل. الدليل على صدق ما بنيت في الأمور الثلاثة الأول أن ترى من نفسك حركة دؤوبة وسعيا حثيثا ومبادرة ومسارعة ومسابقة نحو تطبيق ما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه أمور أربعة بها تصح علاقتك بالقرآن. فارجع إلى نفسك وانظر أين أنت منها بالنسبة للعلاقة مع القرآن. فكل شيء هو مفقود عندك من هذه الأربعة، إذن عندك شيء من هجر هذا القرآن، ولا بد من معالجته. إذن نقرأ ونقرئ ونسمع، نتدبر ونفهم، نصدق ونتيقن، نعمل ونخضع جوارحنا لأمر الله. بهذه الأمور تكون الصلة سليمة وصحيحة مع القرآن، ويكون القرآن لك يوم القيامة قائدا وشافعا وماحلا مصدق حتى يدخلك الجنة، حتى يدخلك الجنة ويرتقي بك في درجاتها على قدر ما قمت بهذه الحقوق الأربع، إلى أن يبلغ صاحبه أعلى الدرجات في الجنة. فهذا كتاب الله، ما بين أيدينا من هذا الكتاب الكريم آيات من سورة عظيمة مباركة، وكل سور القرآن عظيم مبارك، لأن الله عز وجل وصف كتابه بالمبارك، فكل ما فيه مبارك. سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة، السورة المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة البقرة وهو بالمدينة النبوية. فالقرآن المدني كما هو معلوم
هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فسورة آل عمران سورة مدنية، ومثلت هذه السورة المباركة في قسمها الأول وهو ما يزيد على نصف آياتها، ما يزيد على 120 آية من عدد آياتها وهي 200 آية، فأكثر من نصفها كان الحديث عن أهل الكتاب، عن نصارى نجران، ذاك الوفد الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبينهم تلك الحوارات والجدال، وكان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام يعلمه، والقرآن يؤيده وينصره ويفتح عليه ويخبره بخفايا ما في نفوسهم. أليس القرآن تنزيل من حكيم عليم؟ وأيضا آيات أيضا من هذا القسم تحدثت عن القسم الثاني من أهل الكتاب، ممن جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وهم اليهود بقبائلهم الثلاث، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فهي تخبرنا عن مرحلة من مراحل البلاغ المبين، من مراحل البيان والدعوة، تخبرنا هذه الآيات عن صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقيامه بحق الرسالة وهو البلاغ والدعوة، ليظهر حرصه على هداية الناس وإرجاعهم إلى الحق وأن يكونوا من عباد الله المؤمنين لكي يكونوا من أهل الجنة لا من أصحاب السعير. أيضاً تخبرنا الآيات في ثنايا هذا المعترك والجدال والحوار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان القرآن يخاطبه مرة تثبيتاً ومرة ثناء عليهم ومرة ثالثة تحذيرا من مكر هؤلاء وسعيهم أن يخرجوهم مما هم عليه من الإيمان ليبقى أهل الإسلام على الإسلام، أن يزدادوا لا أن ينقصوا، وأن ينضم إليهم من حولهم بالإيمان والصدق. فنجد آيات القرآن
تبين لنا كيف هذا الكتاب يثبت المؤمن، وحتى يثبت كيف تعالج أمامه الشبهات التي يسمعها من خصومه. فإن أهل الكتاب كانوا يطرحون شبها وكانوا يجتهدون وكانوا يمكرون وكانوا يعملون على أن يفرقوا ذاك الجمع، وكانت الآيات التي وقفنا عليها في دروسنا الماضية توقفنا أمام صورة من هذه الصور. شاس بن قيس يهودي ممن سكن المدينة، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك علاقة بين اليهود وبين الأوس والخزرج تجمعهم جيرة المكان، وكان بينهم تعامل، فقام هذا الرجل بالجلوس في مجلس الأوس والخزرج. هل لأنه يريد أن يؤمن بما آمنوا به؟ وهل من أجل أن يسمع للحق علّه أن يقبل؟ لا، وإنما هناك مقصد آخر، هو أن يعيدهم إلى الكفر بعد الإيمان، هو أن يبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يفرق جمعهم ليعودوا كما كانوا قبل نعمة الإسلام عليهم في ذاك النزاع. حروب طالت بين الأوس والخزرج استمرت بينهم أكثر من 100 عام وهم في ذاك الصراع والنزاع، فقدوا من أبنائهم ورجالهم عبر قرن من الزمن العدد الكبير، حتى أنقذهم الله عز وجل بالإسلام وببعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا وأتلفت قلوبهم وتحابوا، ويأتي هذا الرجل ليعيد أمر الصراع جذعا بينهم، فيجلس ويؤلب ويثير النعرة العصبية ويذكرهم بما كان بينهم. ويحضر الشيطان ولا عصمة إلا لمن عصمه الله، وإذا بهم تثور الثائرة بينهم ويتواعدون على المنازلة استحضارا لماضي الصراع الذي كان بينهم. وسورة آل عمران سورة متقدمة في الفترة النبوية، لأن القسم الثاني منها سيحدثنا عن غزوة أحد. إذن نحن نتكلم عن زمن في السنة الأولى والثانية من الهجرة. وإذا بهم يستعدون لتجدد الصراع، ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، فيقوم مسرعا ويخرج إليهم
وعندما رأوه. ويقول ابن مسعود عندما يعني طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان رجل أكره علينا من أن يطلع منه، إنه ما كانوا يحبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى منهم ذاك الموقف. وإذا به يخاطبه أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ويذكره، وإذا بهم يفوقون من سكرة عابرة ويعودون ويعتنقون ويبكون على ما حصل منهم. وفي هذا الموقف وهذا الحال نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن هذه الآيات تذكرك بمكر من أعداء الدين والملة والإسلام، وتبين لك أين تتجه تلك العداوة نحو الفرقة والنزاع، إثارة النعرات، عدم شكر النعمة. وأيضاً ترى هذا القرآن الذي نزل منجماً وأنزله الله مفرقاً لكي يرعى تلك الفئة الأولى المؤمنة التي أرادها الله عز وجل أن تكون الأسوة والقدوة لهذه الأمة إلى يوم القيامة. وندرك قضية الاجتماع والائتلاف والاعتصام ومكانتها عند الله. ولعلي أذكر عند ذكر قضية الاجتماع بما تبين لنا من قصة آدم عليه السلام التي مرت علينا في سورة البقرة كأول قصة من قصص القرآن، وهي القصة الأم باعتبارها هي الأولى من حيث الزمان، وأيضاً باعتبار أنها تضمنت القضايا الوجودية الكبرى لتاريخ هذا الإنسان على ظهر الأرض. فإن قصة آدم عليه السلام أعطتنا فوائد عظيمة، أولها أن الأصل في هذا الإنسان العلم لا الجهل. ليست بداية الإنسان أنه جاهل كما يزعم من يزعم، بل كان الإنسان معلماً بتعليم الله. أليس آدم قد علمه الله الأسماء كلها؟ أليس آدم بتعليم الله وصل إلى مرحلة أن يجيب
على سؤال سأل الله عز وجل الملائكة فما عرفوا، ويجيب آدم عليه السلام. فإذن هذه فائدة، وفائدة عظيمة من قصة آدم، أن تعلم أن بدايتك مع العلم لا مع الجهل. والأمر الثاني العظيم الذي نأخذه من قصة آدم عليه السلام أن الأصل في الإنسان الإسلام والإيمان لا الكفر. أليس آدم قبل نزوله إلى الدنيا وبعد خروجه من الجنة كما أخبر الله في قصة آدم أنه تاب عليه ثم هدى؟ فمن كان مهدياً بهداية الله له هل هذا كافر؟ فالأصل في بني آدم الإيمان لا الكفر. الأمر الثالث أن الأصل في بني آدم الاجتماع لا الافتراق. أليس آدم وزوجه وذريتهما على قلة العدد كانوا أمة، والله وصفهم بأنهم أمة؟ قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فالاجتماع هو الأصل. والأمر الرابع دلت قصة آدم أن الأصل في تعليم الإنسان هو تعليم وحي السماء له، وأما تعدي الإنسان على الإنسان في ذلك فهو أمر طارئ. هذه أربع فوائد عظيمة. فالأصل في بني آدم الإيمان والكفر طارئ، والأصل في بني آدم الاجتماع والافتراق طارئ. ولذلك عندما طرأت هذه الأمور بعث الله عز وجل النبيين والرسل ليعالجوا الأمر الطارئ ويعيدوا الناس إلى الأمر الأصلي، فيعالجوا ما طرأ عليهم من الكفر ليردوهم إلى الإيمان، ويعالجوا ما طرأ عليهم من الافتراق ليردوهم إلى الاجتماع، ويعالجوا ما طرأ عليهم من تعدي الإنسان على الإنسان ليقولوا لهم الله العليم هو الذي يعلمكم ومن جاءه العلم من العليم، هل يتركه ليتعلم من جهول؟ فقصة آدم عليه السلام هذه القصة العظيمة فوائدها عظيمة. فإذا هذه الآيات المباركات لنا أن نتخيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاد بكل ما يملك وبذل كل ما يستطيع ليدخل هؤلاء الناس إلى الإيمان، ترك أهله وهجر بلده وذهب إليهم ويعلمهم وما يحجب نفسه عنهم، ثم يكون ذاك الموقف. فلذلك كانت منه المبادرة السريعة لوأد الفتنة في مهدها ومعالجة الأمر في أول بدوه وعدم التراخي. هذه المسؤولية العظيمة كم نحتاج أن نتعلم منها؟ يتعلمها الأب ليتعامل وفقها مع أولاده وأهله وزوجه،
ويتعلمها المعلم ليتعامل بها مع طلابه، ويتعلمها الكبير في قومه وقبيلته وعشيرته وأسرته ليتعامل بها عند أي نزاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو خير وأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. فهنا نجد هذه المبادرة والمسارعة عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نزاع نشأ وقام بين الأوس والخزرج، فإذا به يخرج مباشرة إليهم ولا يعود إلا وهم معه إلى مسجده، إلى بيت الله، ليعود الائتلاف والاجتماع، وتعلن التوبة والاستغفار والعزم على تكفير ما حصل بالعمل الصالح والأخوة الصادقة. والقرآن كلام الله، كلام رب العالمين، أيضا يتنزل، والصحابة يقرؤون ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله لهم. ولنا نقول: والله الإنسان أن يتصور إنسان يحدث منه خلل ونقص ثم يقول له الرسول الأمين الله جل جلاله: أنزل فيما حصل منكم قرآن. كيف سيتلقى الإنسان هذه الآيات؟ وكيف سيتفاعل معها؟ وكيف سيكون حاله وهو يسمع كلام الله ويقول الذي لأجله نزلت هذه الآيات هو ما حصل مني؟ ولذلك كانوا رضوان الله عليهم إذا سمعوا القرآن خضعوا لأمره واستجابوا لما جاء فيه من الأوامر، وما يتخلفون، ما يتخلفون، لا يعرفون الكذب، لا يعرفون النفاق. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء، هذا الخطاب بهذا الوصف، الإيمان، الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وهم قد وصلوا إلى مرحلة يعرفون ما قيمة الوصف بالإيمان. ومن الذي الآن يخاطبهم بهذا الوصف؟ الله العليم الحكيم المطلع على سرائره. وقد سمعوا كيف خاطب الله عز وجل أهل الكتاب وهو يخبر عن سرائرهم وعن بواطنهم وما امتلأت به قلوبهم من الكيد والمكر والحسد والغل والغش، كما مر معنا في الآيات السابقة. ثم يجدون أن الله يخاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا. إذن كيف لا يستمعون لكلامه؟ وبكل عزم ورغبة أن يفهموا ماذا يريد الله ليمتثلوا.
فيقول الله عز وجل لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، كلمة التقوى. ويا إخوتي، أساس صلاح الإنسان، أساس صلاحك أن تقف مع كلمات القرآن محل الأمر ومحل الإخبار أن فيها صلاحك مع كلمات الله. التقوى كلمة تكررت في القرآن 240 مرة. التقوى كلمة تكرر ذكرها في 61 سورة من سور القرآن، في 61 سورة من سور القرآن، والله عز وجل يذكرك بكلمة التقوى. من تأمل في هذا العدد الكبير من تكرار كلمة التقوى في القرآن يدرك أن هذه الكلمة تمثل في هذا الدين الفضيلة المركزية المحورية في نظام شريعة الله كلها، كلمة التقوى. الفضيلة المحورية في هذه الشريعة هي التقوى، هي الفضيلة الأم التي تجتمع عليها خصال الخير كلها. لذلك كان العلماء يقولون: التقوى منبع الفضائل، إن وجد في قلبك التقوى فالقلب ينتج هذه الفضائل، ينتج العمل الصالح، ينتج فعل الخيرات. التقوى إن وجدت في القلب أغنت عن الحارس وأغنت عن القاضي وأغنت، لأنها تجعل هذا الإنسان يستشعر رقيباً أعظم من هؤلاء كلهم، يستشعر مراقبة العليم العظيم جل جلاله، يستشعر معية الله، معية الجلال والعظمة، يستشعر مراقبة الله، يستشعر أنه سيقف بين يدي العظيم، فماذا سيقول له إن خالف أمره؟ هذه هي التقوى. فالله عز وجل يذكرهم ويأمرهم بأمر التقوى. وهنا ندرك قضية الدين، كما أنه يعالج للإنسان قصوره في أمر شعائره التعبدية، كذلك يعالج له علاقته ببني آدم بأقرانه. أليست الآيات نزلت في أمر نزاع وخلاف، في أمر شجار، في أمر عصبية وقبلية، في أمر حياة؟ إذن فهذا الكتاب أنزله الله ليعالج أمرك كله، ليس هناك شيء يخرج عن معالجة هذا القرآن.
عرفنا سبب النزول، ليست القضية تقصير في صلاة، وليست القضية ترك لزكاة، وليست القضية عدم صيام، وإنما القضية نزاع وشجار. ودين الله يعالج بين هؤلاء هذا النزاع والخصام. وبماذا يعالجهم؟ بقوله اتقوا الله، بقوله اتقوا الله. إذن إذا كانت التقوى، لو تأملنا نقرأ القرآن في 240 مرة سنجد التقوى حاضرة مع الصلاة ومع الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونجدها مع الإنسان في علاقته مع أهله وزوجته، ونجدها في علاقة الجار مع جاره، والقريب مع قريبه، ونجدها مع الإنسان في سوقه وهو يبيع ويشتري، ونجدها مع الإنسان في خلوته لوحده، ومع الإنسان وهو يظهر للناس، ونجدها في الفعل، ونجدها في الترك. فالتقوى حاضرة في كل هذه الميادين، وها هي الآن حاضرة لتنهى عن ماذا؟ لتنهى عن نزاع وافتراق وثوران عصبية وقبلية. فتأتي التقوى لتعالج هذا الإشكال. ولما كان أمر النزاع عظيم وأثره جسيم، لذلك انظروا ماذا ضم لوصف التقوى. قال الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، حق تقاته لا تعني التكليف فوق الطاقة، لكنها تعطي الإشارة على عدم التقصير في أن تبذل كل جهدك لتكون من المتقين على أكمل وجه، وأن لا تقصر في هذا الباب. فإذا حق تقاته أول ما أعطتني الدلالة أن هذه الضميمة مع التقوى دلت أن القضية التي ستعالجها التقوى هنا قضية في غاية الأهمية وخطورتها عظيمة وأثرها جسيم. لذلك كان الحاجة إلى أن يأتي هذا الوصف حق تقاته، لأن إبليس ينتظر أي تقصير ليدخل إلى مكمن وجود التقوى وهو القلب. ألا إن التقوى هاهنا، أما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى صدره. فإبليس يترقب الفرصة ليدخل إلى مكمن هذه الفضيلة المركزية التي هي التقوى، لتكون بدلاً من أن تنتج الفضائل يريد هذا المكان أن يتحول لينتج الرذائل. فلذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأيضاً لأن قضية الغرائز
والشهوات وحب الذات وما في الإنسان من بعض الأوصاف، فإنها أمور قد تدفعه إلى تلك المواقف السيئة، ولا علاج إلا في غرس التقوى. فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهنا نقول أيها الإخوة، هذه التقوى ما هو الجوهر المؤسس للتقوى في قلبك؟ قد يقول سؤال إنسان يسأل: طيب هذه التقوى التي هي بهذه المكانة، ما هو الطريق لأن أبنيها في قلبي وأن أكون من المتقين؟ إنسان يقرأ وعد الله العظيم بالجزاء الكبير لأهل التقوى، حماية أهل التقوى من النار، حب الله لهم، علو درجاتهم، فيقول الإنسان: كيف ومن أين أبدأ وما هو الأساس الذي يؤصل أمر التقوى في القلب؟ يقول العلماء أن أساس التقوى خشية الله، وخشية الله لا توجد إلا لمن عرف الله عز وجل المعرفة الحقة، معرفة الله، أن تعرف ما لله من صفات الجلال والكمال، أن تعرف ما لله من الأسماء الحسنى، أن تعرف ما لله جل جلاله من كمال القدرة والملك والسلطان والتدبير، أن تعرف ما لله من كمال العلم والإحاطة بكل شيء، أن تعرف ما لله من كمال الكبرياء التي لله الواحد الأحد جل جلاله. العلم بالله أعظم ما في القرآن، وأعظم علم في القرآن، وأعظم علم في الوجود العلم بالله، وأوجب علم على الناس كلهم علمهم بربهم الذي خلقهم، الذي أوجدهم من العدم، الذي يرزقهم، الذي أحياهم والذي يميتهم. العلم بالله هو أوجب علم ينبغي للإنسان أن يتعلم، والعلم بالله كيف يؤسس؟ ليس له إلا طريقين: الأول كتاب الله، والثاني التدبر في مخلوقات الله، والله ذكر ذلك في كتابه، فأمرنا أمراً واضحاً أن نعلم به جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعرفنا بذاته العلية في كتابه، فمن قرأ القرآن أوقفه القرآن على ملك عظيم مستو على عرشه، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره، وكل عمل في هذا الكون صاعد إليه لا يكون إلا ما يريد ويفعل ما يريد
جل جلاله، وخطاب القرآن في جانب العلم بالله أعظم من خطابه في الأمر والتكليف، وأعلى وأوسع في القرآن العظيم. ثم الأمر الثاني التدبر والنظر في ملكوت السماوات والأرض، والله أمرنا بذلك في القرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله أمر بالتفكر لكي يمتلئ القلب علماً بالله، فإذا قامت المعرفة بالله الحق وجدت الخشية، فإذا وجدت الخشية تأسست التقوى، وأصبحت التقوى مؤسسة على بناء صحيح سليم. فبوابة العلم بالله هي الطريق للوصول إلى التقوى، فلذلك اجتهد في هذا الباب، واملأ قلبك وعقلك علما بالله، ولا يشغلك عن هذا الأمر شاغل. فالله عز وجل أعطاك العقل وجعل مهمته الأساس علمه بربه، ونسأل الله التوفيق وأن يرزقنا التقوى.